هنبدأ شباب دلوقتي الكوريكشن بتاع الكويز نمبر 52. تعالى كده واحد واحد. الراجل بيقول لك ايه؟ الراجل بيقول لك the opposite graph represent relation ما بين the wavelengths of the Browley والreciprocal of velocity. فلازم تعرف اول حاجة الريليشن لندا هي h على mv. فيبقى السلوب دلوقتي لما شطب على اللي عندي فالسلوب هو h على m. طب هو عايز الام بدل اماكن يبقى الماس بيساوي ايه قبل ما تعوض h على السلوب بس. فال h 6.625 10 - 34 over السلوب. خد اي رقمين وليكن ده على ده يبقى هنا 2 over 1. بس اوعى تنسى بص بقى ال 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 20 ده لو الواي اكسس وال 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 5. فالحسبه دي لما نيجي نحسبها على الكالكليتر هتطلع لي الماس بالرقم ده ب 3.3 تايمز 10 اهو 3.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 كيلو جرام. طب جميل ده اول سؤال. تعال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك all the following from the properties of electron يعني كلهم من خواص الالكترون ما عدا it has wave nature during its motion دي صح ما اختارهاش. it has particle nature صح ما اختارهاش. the wavelength that is associating with electron increases by increasing velocity استحاله لان اللامدا بدي براولي h على mv. يبقى يا نجم لما السرعه تزيد لازم الويف لينس دي كريزس. تمام ما ينفعش اقول انكريز يبقى دي الغلط فدي اللي انا هختار انا عايز الرونج. السؤال الثالث بيقول لك تو اوبجكت هاف سيم كاينيتك انرجي يبقى كاينيتك انرجي 1 ايكوال كاينيتك انرجي 2. طب جميل if the wavelength of the wave that is associating motion of first double lambda of second relation between masses. تروح لصورة القانون اللي فيها كاينيتك مع لامدا. خلي بالك اختيار القانون مهم جدا. يبقى h هنا على روت 2 m كاينيتك انرجي. فدلوقتي انا دلوقتي عارف ده ثابت وده ثابت وده كمان ثابت. فتبقى اللامدا انفرس الناس قالت لي مع الام لا مع روت الام. ام ده لو انا حاطط قانون h على m v لكن روت الام لو كاينيتك انرجي. يبقى لامدا 1 اوفر لامدا 2 روت اهو ام 2 اوفر ام 1. اشيل لامدا وانا احط كام 2 لامدا 2 اوفر لامدا 2 ايكوال روت ام 2 اوفر ام 1. فتشيل ام 2 لامدا 2 مع لامدا 2 فيبقى 2 اوفر 1 ايكوال روت ام 2 اوفر ام 1. تقوم جاي عامل سكويرنج. فلما تبدا تعمل سكويرنج السكوير هنا هيبقى 4 والسكوير هنا هيشيل الروت يلغي الروت تطلع ام 2 اوفر ام 1 كروس مالتيبليكيشن يبقى 4 ام 1 ايكوال ام 2. دي الريليشن يعني ام 2 ايكوال 4 ام 1. طب جميل تعال اللي بعده. نمبر 4 بيقول لك الكترون اوف ماس ام اي موفز ويز فيلوسيتي في سو ذا براولي ويف لينث ويتش از اسوشيتنج اتس موشن از لامدا. حلو اف ذا الكترون فيلوسيتي ديكريز يعني السرعه قلت للنص في اوفر 2. اولا اللامدا انفرس مع الفيلوسيتي فالفي قلت للنص يبقى على طول اللامدا العكس يبقى اللامدا هتزيد للضعف ده قل للنص فدي تزيد للدبل. فراح قال لك then the de Broglie wavelength which is associating with its motion becomes طبعا 2 lambda. فالإجابة هتكون B. Number 5 بيقول لك is opposite figure represent two lights. ماشي beam of same power. خلصت السؤال يتحل بالجملة دي same power فالقانون هو الفورس بيساوي 2 الباور على C. طب ما C أصلا ثابت وال2 ثابت وهو قال same power يبقى ده constant فده معناه ان الفورس of both constants يعني ده معناه ان F1 equal F2. جميل جميل فهتطلع طبعا ان هو نفس الفورس فالاجابة هتكون C. ماشي تعال اللي بعده. number 6 بيقول لك the waves which are associating with motion of proton and electron have same lambda same lambda يبقى اللامدا
هي اتش على ام في. جميل، اتش على ايه؟ ام في. وقال لك سيم لامدا، ده كونستنت والاتش كونستنت، فايه علاقه الام بالفي؟ قال لك لو الام زادت يبقى لازم الفيلوسيتي تقل، يبقى هما انفرس. فراح قال لك ان ماس البروتون، بص عليه اهو، ماس البروتون جريتر ذان ماس الالكترون، يبقى فيلوسيتي بروتون ليس ذان فيلوسيتي الكترون، ليس ذان السرعه هتكون اقل، فيلوسيتي اوف الكترون جريتر ذان، يبقى الالكترون هو الاعلى. وده منطقيا حتى، ان الاخف اللي عنده وزن اقل سرعته اعلى، اللي عنده وزن اقل لمين؟ الكترون، يبقى سرعته اكيد الكترون جريتر ذان بروتون. نمبر 7 الفوتو الكترونز، الالكترونات الضوئيه جايه من الضوء، emitted due to falling monochromatic red، يبقى اتكلم على اللون الاحمر. ماشي، beam on the cathode surface if the light beam is replaced by another monochromatic blue، يبقى انا كده زودت الايه؟ زودت الفريكوانسي، يبقى زودت اي فوتون، يبقى اكيد زودت كي اي الكترون. والسيم انتنستي، سيم انتنستي الشده عدد، يعني نفس النمبر، يبقى النمبر constant، النمبر ايه؟ النمبر constant. ماشي، as red. فقال لك which of the following quantities increase، الكينيتيك انرجي في الالكترون زادت، الانرجي اوف انسيدنت فوتون زادت، نمبر زي ما هو، يبقى الاجابه طبعا هتكون دي، بوس اي ام بي، طاقه الفوتون زادت وطاقه الالكترون زادت. نمبر 8 بيقول لك if the de Broglie wavelength that is associating with the motion of an object of mass m is lambda، زين ذا كاينيتيك انرجي، يبقى القانون اهو اللي فيه كاينيتيك اتش على روت 2 ام كي اي. طب اعمل ايه؟ هعمل سكوير، يبقى سكوير هنا وسكوير هنا، يبقى لامدا سكوير ايكوال اتش سكوير، طبعا وسكوير تحت، اوفر سكوير يضيع الروت، يبقى 2 ام كي اي. يبقى الكي اي عشان اجيبها بدل اماكن ده مع ده، هتشد خط كده، يبقى الكاينيتيك انرجي هتساوي اتش سكوير اوفر 2 ام لامدا سكوير، 2 ام لامدا سكوير، يبقى اتش سكوير اوفر 2 ام لامدا سكوير. فالاجابه دي نمبر 8. نمبر 9 بيقول لك الكترون مايكروسكوب اف ذا كاثود راي الكترونز ار اكسلريتد اندر بوتنشال 25، ده في 1 كيلو فولت، زين اكسلريتد انذر تايمد اندر بوتنشال 6.25، يبقى ده في ايه؟ ده في 2 كيلو فولت. Then the wavelength of the wave that is associating with the motion of electron. هيحصل لها ايه؟ فانا هعمل كده اهو، لامدا 1 اوفر لامدا 2 روت في 2 اوفر في 1. فلامدا 1 اوفر لامدا 2 زي ما هي هتبقى روت في 2 6.25 اوفر 25. ونحسب قصه الروت دي. فاحنا لو خدنا الكالكوليتر كده وبعدها انا نشتغل اهو روت، انا بتطلع ربع بس ايه نتاكد يعني عشان الذاكره بتخوني، طبعا ربع تحت روت يبقى نص فعلا، فتبقى لامدا 1 اوفر لامدا 2 ربع، وبعدين روت الربع ده بيطلع بكام؟ بيطلع بهاف. فلما اعمل كروس ملتيبليكيشن يبقى لامدا 2 بتساوي 2 لامدا 1، يبقى انكريز تو ايه؟ تو دبل، انكريزس تو دبل، increases to a to double. فالإجابة طبعا هتكون B. طب جميل، number 10، number 10 بيقولك light ray of wavelengths، يبقى دي لامدا فوتون ماشي ب 4500 انجستو has fallen on the metal surface so electron of maximum kinetic energy، يبقى دي kinetic energy electron emitted، then the wavelengths of the wave يبقى دي براولي with the motion of the emitted photo electrons، يعني كام الكترونات، يبقى عايز لامدا دي براولي ومعايا كاينيتك، يبقى اتش على روت 2 ام كي اي. ماليش دعوه باللامدا اللي فوق دي، الخداع دي، لامدا ايه؟ الكترون. وتركز دي براولي قانون بيجيب ويفلنس للبارتكلز، الالكترونات اللي بتتحرك فبيبقى معاها ويفلنس، فا ايكوال 6.625 10 نيجاتيف 34 اوفر روت 2 والام 9.1 10 نيجاتيف 31 تايمز الكاينيتيك انرجي ب 2 الكترون فولت، يبقى 2 تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19.
فالقصه دي لما نيجي نحسبها اهو 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 اوفر روت 2 في الماس 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 2 ام مفيش 2 ثانيه ايوه غير دي هي 2 واحد مش عارف حطينا 2 ثانيه ليه ما علينا يبقى تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 فالقصه دي هتطلع بالظبط بتتكلم تاني كده بسم الله هتبقى 6.625 تايمز 10 باور نيجاتيف 34 روت 2 تايمز 9.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 31 الكاينيتيك انرجي 2 تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 بص شفت عايز ال2 دي اللي هي اصلا الكاينيتيك انرجي اهي الكاينيتيك انرجي ودي التحويله فهتطلع معانا ب 8.7 ايوه كده صح 8.7 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 متر ادي 2 ادي 2 عشان السرعه مني وادي الام ادي الام الكاينيتيك انرجي بقى نفسها هي ب 2 الكترون فولت وبعدين يعمل ايه كونفرجن تايمز 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 فالاجابه طبعا هتطلع ايه طب جميل تعال بقى نخش في الاكزامبل نمبر 7 فيلا يلا بينا السؤال اللي بعده شباب نمبر 11 بص بيقول لك ايه the opposite figure represent two photons of different wavelengths بس قال photons يعني سرعتهم ثابته يعني الاثنين سرعتهم c ها اللي هي 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند حلو راح سال عليه the relative velocity لازم يو ايكوال ماليش دعوه باللمضات تمام السرعة تبقى ثابتة فالإجابة هتكون C طبعا اللي عنده لمضة أعلى بيبقى عنده فريكونسي أقل تعال اللي بعده نمبر 12 مديك two particles أو two bodies different masses and different kinetic energy then which of the following graphs can represent the relative wavelengths for the waves that are associating with the motion kinetic وماسي وتروح للقانون ده أو لمضة X over لمضة Y هتساوي روت انفرس مع الام والكي اي ام اكس كاينيتيك انرجي اكس اوفر ام واي كاينيتيك انرجي واي فتبقى لامدا اكس اوفر لامدا واي ايكوال روت ام اكس يعني ام في كي اي اوفر ام واي 2 ام في 8 كي اي حلو فهبدا اعمل ايه بص هعمل ايه ركز معايا هتشيل الام مع الام والكي اي مع الكي اي فتطلع كده بالظبط روت 1 على 16 فتطلع لما اخد الروت 1 اوفر 4 يبقى الريشيو 1 اوفر 4 لامدا اكس اوفر لامدا واي المفروض تبقى ام اكس كاينيتيك انرجي اكس على ام واي كاينيتيك انرجي واي فتبقى 1 تو 4 يعني هتبقى هنا ادي 1 جميل وهنا تبقى 1 2 3 4 طب جميل ام اكس شفت انا عكست حاجه عكست انا عارف حسيت ان في حاجه غلط هي المفروض العكس ام واي كاينيتيك انرجي واي اوفر ام اكس كاينيتيك انرجي اكس انا عكس فدي اللي هتبقى التمانية هتبقى 2 ام في 8 ام وتحت هتبقى الام في الكي اي فطبعا دي هتروح مع دي فهتطلع 16 على 1 اهو 16 على 1 ف 16 على 1 تبقى طبعا معكوسه تطلع 4 اوفر 1 طب جميل يبقى العكس بقى 4 اوفر 1 يبقى دي اللي هتبقى 4 اهو ادي 1 2 3 4 اوفر 1 4 2 1 جميل يبقى انا بس اتلخبطت في الاول لامدا اكس لامدا واي انفرس مع الماس يبقى ام واي كاينيتيك انرجي واي على ام اكس كاينيتيك انرجي اكس جميل وتعوض تطلع 4 اوفر 1 حتى بالمنطق اللي مركز في القانون شفت عشان بس تتعلم فكره السنس انا بحس انا بغلط ازاي يعني يعني انت مستر انت ايه عشان حافظ الاجابات لا انا مش حافظ الاجابات مش ناس عبيطه يعني ما بتركزش حتى هنا 2 ام كي اي ده الرول فاللي فاهم هيقول لي دول ثوابت مالناش دعوه بيهم فاللي بقى عنده ماس وكانت الانرجي اعلى اهو بقى عنده لمده اقل فواضح قوي ان واي عنده ماس وكانتك ده مرتين وده 8 يعني اكتر لما اعمل برودكت ب 16 ضعف فلازم اللمضه تبقى اقل بس بالروت 16 اقل ايه اربع مرات
يعني لازم اللي عنده لامدا اعلى هو اللي عنده ماس وكاليتك اقل، فلازم اكس اعلى. فانا هستبعد دي واستبعد دي واكس اعلى، فاكيد دي غلط من غير ما احسب الاجابه هتطلع ايه. بس باكد لك بس انت حتى لو اتلخبطت سرعت ما خدتش بالك في كده سنس ونقط لازم تاخد بالك منها. تعالى اللي بعده نمبر 13 بيقول لي الراجل ده the opposite graph represent relation ما بين الفي سكوير والفولتج. وقال لك لما يكون الفولت ب 700 هات لي بقى ايه، هات لي الويفلنس. ممكن ما تحتاجش الجراف او اتش على روت 2 مف بس كده، فهتبقى 6 او 0.625 10 نيجاتيف 34 بلانكس كونستنت اوفر روت 2 ام اي في يبقى دي 2 الماس اوف الكترون 9.1 10 نيجاتيف 31 والاي اهو 1.6 10 نيجاتيف 19 والفولت. الفولت بقى بكام يا معلم؟ الفولت ب 700. هتحسب القصه دي كلها تحت الروت فهتطلع اللامدا معاك بالظبط ب 4.56 10 نيجاتيف 11 متر. طب يا باشمهندس هو مديني الجراف ليه ما دام انت حليتها من غير جراف؟ عشان في ناس ما بتبقاش عارفه صيغه القانون ده فبتخش عند ال 700 تروح تجيب مين؟ الفي سكوير وناخد لها روت تجيب الفي وبعدين تشتغل بالطريقه التقليديه بقى لامدا يكوال اتش على ام في اطول. وليه يعني؟ اهو لامدا يكوال اتش على روت 2 مف. نمبر 14 سؤال الكتريستي وحشتنا والله، بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت بارت في الكتريك سيركت الاميتر ريدنج زيرو. يعني هنا مفيش تيار، الكرنت هنا بزيرو. امتى ما يمرش هنا تيار؟ كانت دي حاله اسمها ويتستون بريدج، فكان لازم ريشيو ار 1 افكرك اهو ار 1 اوفر ار 2 ايكوال ار 3 اوفر ار 4. دي ار 1 ودي ار 2 ودي ار 3 ودي ار 4، فنسبه ده على ده بتساوي نسبه ده على ده، فتبدا تشتغل 4 اوفر 6 ايكوال 8 اوفر ار، تعمل كروس مالتيبليكيشن فتطلع ببساطه ان الار ب 12 اوم، فالاجابه هتكون سي. طب جميل، بص اللي بعده نمبر 15 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت بارت اوف الكتريك سيركت if the potential difference between the two point A و B فرق الجهد بين النقطتين دول 3 فولت. ماشي، قلت لك اي فرق جهد يعني خساره لان الكارنت بيمشي من هاي اهو تولو حلو، انت خسرت 3 فولت والمقاومه دي خساره، خسرت كام؟ اي في ار اهو اي في ار 3 تايمز 3 يبقى انا خسران 9 وانا خسران 3 من غير كيرشوف. فعايز يعرف بقى الفي بي بكام؟ ما الفي بي ده الكارنت طالع من البوزيتيف، يعني دي لازم مكسب، لازم اشوف كسبت. فانا ممكن اعمل معادله رياضيه هبله، المحصله انا خسران 3 وهنا كنت خسران 9 في الريزيستنس بلس الفي بي اهو، فمنطقيا هتودي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف يبقى نيجاتيف 3 بلس 9 يعني هتطلع 6 فولت ايكوال الفي بي اهو. او بالعين انت خسران 9 يبقى تكسب كام؟ عشان خسران 3 يبقى اكسب 6 بس 6 فولت. عايز تعالى كيرشوف صح، تقوم جاي واخد هنا بقى فولتميتر وتقوم جاي قافل كده وتعمل لوب هبله برضه هتطلع نفس القصه، بس ريدنج الفولتميتر عندك اللي هو في اي بي. فلو عايز تعملها بص، او اول حاجه بلف مع تبقى بوست 9 3 تايمز 3 دخلت في النيجاتيف نيجاتيف في بي جميل، بعدين وانت بتلف المفروض اللو يعني نيجاتيف يبقى نيجاتيف الفي اي بي اللي هي بال 3 ايكوال 0 9 ماينس 3 تبقى 6 وادي الفي بي الناحيه الثانيه هتطلع نفس الحل 6 فولت. طب جميل، دي نمبر 15. تعال اللي بعده نمبر 16 بلانكس ديستريبيوشن او بلانكس كيرف اس تمبريتشر انكريزز، كل ما تسخن الطاقه الاشعاعيه الانرجي اوف راديشن تزيد، الانتنسيتي اوف راديشن تزيد، الاري اندر ذا جراف تزيد، الفريكوانسي ماكسيمم او بيك تزيد، اللامدا اوف ماكس انتنسيتي ديكريزز، التوتال انتنسيتي اوف راديشن انكريزز اللامدا ديكريزز، فالاجابه هتكون بي. دي نمبر 16. نمبر 17 بيقول لك in the opposite figure in the opposite figure if the area of coil M ادي معلومه area M equal double area B. ماشي، كويلات قدامك شابتر 2 the ratio between magnetic flux phi M زبنت ريت coil M
2 فاي ام ذات بنتريت كويل بي. طب ما دي هتساوي هنا بي ايه ساين ثيتا ساين 60 طبعا بي واريا ايه ام اوفر بي البي ثابت اهو بنتريت ايه الماجنتيك فلكس والماجنتيك فلكس ده يونيفورم بي في اريا بي فساين الانجل دي كام 90 حلو فهتشيل اول البي مع البي وساين 91 هتبقى اريا ام اشيلها احطها 2 اريا بي ساين 60 هروح 3 اوفر 2 اوفر اريا بي بس خلصت تعمل ايه بقى حضرتك هتشيل اريا بي مع اريا بي وال2 مع ال2 فتطلع بروت 3 اللي هي 1.732 فالاجابه هتكون سي طب جميل تعال اللي بعده نمبر 18 بلانكس كيرف تاني بيقول لك the following diagram represent distribution of the radiation of black body on studying the diagram at position AOB قلنا النقط دلوقتي على نفس اللاين دي بيبقى ليهم نفس الانتنسيتي هو قال لك ان هما الاثنين ديفرنت في الويف لينسز بس عندهم سيم انتنسيتي بيقول لك this is happen because ليه بقى هتقول له اه اللامدا بتختلف ان لامدا ايه او less than لامدا بي ماشي يبقى فريكوانسي ايه اكبر من فريكوانسي بي مش العكس قلنا ان تردده اعلى طاقته اعلى بس دايما عدد احتماليته ايه قال ان ايه لزان ان بي بس دي الجمله صح يبقى number of each emitted photon at a لزان number of each emitted photon at b number 19 ده كاسود ري تيوب بيقول لك which part is responsible for sweep sweep يعني يمسح يمسح الشاشه نقطه نقطه يعني عشان يمسحها نقطه نقطه يبقى انا لازم اغير الدايركشن مين بيتحكم في الدايركشن طبعا الاكس والواي بليتس فيبقى انهي كومبوننت من هو معلم عليهم الكومبوننت طبعا سي طب جميل نمبر 20 بيقول لك which representation shows that the distribution of radiation of the two black bodies by knowing that temperature y انهي واحده صح يعني greater than temperature x اللي عنده temperature اعلى هيبقى عنده اري اندر ذا جراف اعلى وهيبقى عنده لامدا واي البيك طبعا لزان لامدا اكس يبقى لازم واي اعلى ما ينفعش اكس اعلى ودي غلط ما ينفعش اكس اعلى واي اعلى بس لازم اللامدا واي تبقى اقل لازم ارجع لورا مش هطلع لقدام بص هنا اللامدا اعلى من اللامدا دي يبقى انا مشيت لقدام يبقى دي غلط يبقى واي هتبقى اعلى ورجعت لورا ودي هنا ودي هنا فانت رجعت لايه لورا فهتبقى طبعا ايه جميل كده احنا وصلنا لاخر جزء عندنا في السيشن يا شباب السيشن دسمة انا عارف الشرح والكلاس وورك والهوم ورك كان كتير والكويز بس ان شاء الله تبقى قفلت لك شغلك بتاع شابتر 5 باعتبار ان في كويز واسئله تراكميه بدات شابتر 6 وقطعت شوط كبير فيه محترم تلتينه تقريبا تعرضت الافكار من فكره بور للسبيكترم وبدات تتقن الموضوع ان شاء الله السيشن الجايه هنقفل شغلنا ما تكومش ما تراكمش تشتغل الدنيا بسيطه هتبدا الدنيا تدور معاك وانا متاكد حصه عن حصه المواضيع القديمه بتبدا تتهضم والجديده ان شاء الله اقل صعوبه ان شاء الله المودرن تبقى معانا ايه بسيطه وسهله اشوفكم على خير سلام عليكم